الأولوية للحدث مشاهدينا، نتحول بكم الآن ونتابع تصريح وزير الصحة. C'est au standard international. Tous les équipements sont suspendus de manière à ne pas permettre de bouger les câbles qui traînent les appareils. Je me présente, je suis l'ingénieur de la société qui a installé les. Oui. Donc pour les bras, on peut suspendre même l'appareil d'anesthésie, le monitorage, le bistouri électrique. Donc il a des, oui, des plateaux, on peut le poser. On a des sources pour le CO2. Donc les potences pour fixer aussi la station de Coussorin, dans le travailleur et tout. Alors, je suis tout à fait d'accord pour les bras, le bras articulé. C'est le second barque qui risquerait de gêner l'activité opératoire. Parce que l'anesthésiste est là, il y a le malade, il a le bras articulé, qui lui donne tous les gaz, tout. Et le chirurgien va se retrouver un petit peu. هذه مع الجراح والاستاذ ورئيس القسم. كان شانس هو جي با يو سيت شانس دافوار كي كنت نخدم دافوار ان بلوك كوم سا مي مليح على نعم علاش علاش مع الاستاذ وي نو مي سي بيان سي بيان هذه الانسانه سي سلا دابور لاكوي تو فوسي لي كونديسيون ترافاي كي اون شانجي كي فون شانجي يتغيروا حتما يتغيروا لازم نغير ولازم نخدم حسب المعطيات حسب الدوليه المعايير الدوليه لازم ما عندناش شيء اخر ورانا انطلقنا زرنا بعض المصالح مازال نزيد واحد اخرين مازال الاخرين راهم في قيد الانجاز هذا زميل لي شرف كبير لزميل لي اللي يستفاد من ثلاث قاعات عمليات مجهزه باجهزه من أعلى مستوى تشبه كل المستشفيات وكلش هذا الشكل برك حنا هذا ومن بعد العمل ونزيد نقول لما الطبيب أو الممرض أو المخدر يكون في جو كما هذا يخدم أحسن يتحتم يدير المستوى نتاع العمل نتاعو يتناسب مع المستوى نتاع الأجهزة فوالا إن شاء الله ربي يوفقنا باش نزيدوا نتموا في هذا احنا عندنا مشاريع اخرى ببني مسروس في هذا بالنسبه للجزائر فقط لان امس كنا في زياره داخل الوطن في الجنوب نفس الشيء مستشفى كبير ضخم مجهز بنفس الطريقه نعاودوا نصلحوا كامل المستشفيات اللي كانت تشتغل حسب الوقت وحسب احنا كل ما جديد نغيروه حسب المعطيات والمعايير الدوليه والمعايير الحاليه باش اولا نحسن الخدمات الطبيه والجراحيه ونمد لعمال الصحه الممرضين مخدرين او جراحين الوسائل اللازمه باش يعملوا احسن هذا هو هدفنا هذا هو مهمتنا هذا هو واجبنا فوالا دونك شرف كبير نعم Les centres de proximité, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ? Les centres de proximité, il y a des centres de proximité, il y a des centres de proximité. Il y a des centres de proximité, il y a des polyclinique. On va les changer, on va les changer. On va les changer avec le docteur Yala et le Seyyid Al-Wali. On va les changer le septembre, on va les changer le septembre. On va les changer le septembre, on va les changer le septembre. On va les changer le septembre. Avec des fauteuils dentaires, avec des caméras endobucales. Et طلقنا في الجزائر في هذه العيادات كاين باب الزوار عين بنيان واماكن اخرى نفس الشكل كامل نفس الشكل او الظاهر نتاع العياده ولا الشكل نتاعها الداخل في بالطبع ما يلزمش من بعد الناس يحاسبونا يقول لك تزوقوا برك لا فيه لا راديو فيه لي فوتي دونتير فيه لو لابوراتوار وفيه اخصائيين ويشتغلوا 24 ساعه على 24 ساعه هذا هو الهدف هذه هي تعليمات سيد رئيس الجمهوريه وعاود كررها في مجلس الوزراء الاخير بالنسبه للاستعجالات لما يكون واحد مريض ويحتاج فحص عند طبيب عنده الوقت يسال ويتليفوني وياخذ موعد ويروح لما يكون في حاله استعجال
لازم كل شيء يكون موجود والاستقبال وكل كل كل اللوازم تكون موجودة والطبيب. إذن في هذه العيادات هذه يكون فيها طبيب يشتغل 24 ساعة 24 ساعة مجهز براديو عالية مجهز بالمخبر. هل إحنا نعرف أو الأستاذ رحال هو مدير تاع المؤسسات الاستشفائية يقول لك عدد المرضى اللي يروحوا المستشفى اللي عنده صلاحيات أخرى وأهداف أخرى تربص البحث العمليات الضخمة وكلش عدد كبير يحتاجوا إلا طبيب يرضيه يهني عنده ألم خفيف عنده أعطينا ببرين المسلم 60 70 نعم 70% هذا 70% يروحوا المستشفى الكبير ويحتاجوش لما احنا نقربوا لهم العلاج حتى ونقصوا 30% و40% تنقص نقلصوا حنايا الضغط على المستشفيات باش الاساتذه يخدموا ظروف اخرى وساعات المريض واش يحتاج يشوف طبيب برك يحتاج يشوفه ويرضيه ويفهم له ويعطي له هذه هي اذا انطلقنا فيها انطلقنا نقربوا العلاج للمريض وهذه داخله في قانون الصحه نتاع 2018 لا لوا سو لا سانتي رابروشي داخله في تعليمات سيد رئيس الجمهوريه اللي باش نعطي احسن خدمات قريبه للمريض باش ما يكونش تنقل بين مستشفى ومستشفى نطلع النوعيه هذا يطلب وقت سيدتي طلب وقت وإحنا تعرفوا السنة الماضية كنا كلنا حتى كل قطاعات الاقتصاد والطيران كلنا باش مرتبطين بالكوفيد فضلكم فضل كل عمال فضل كامل رانا في حالة استقرار نسبي وإن شاء الله يدوم إن شاء الله نقضيه عليه هذه ما خلتناش نعمل لأن هذا كامل كان داخل في إطار عملنا بداية 2020 بداية الفيلم بعد ما تنصبنا كانت عندنا الاستعجالات ومراكز التوليد والسرطان التوليد نظن شوية حلينا المشكلة لأننا كانت كنا نشوف وتشفاو ثلث نساء في سرير وكل شيء الحمد لله في بفضل روسي وزارة العمل اللي تعاملنا مع بعض السرطان رانا معاه درنا برجلاء وكل شرطة والاستعجالات سجلات عاود كررها سيد رئيس الجمهورية في هذه هي لا ميدسين سي لورجانس لحالة الاستعجال سي لا هذا وين المريض يحتاج الطبيب يحتاج راديو تمشي يحتاج لابوراتوار يمشي يحتاج يعني فوالا شرف كبير هذا الزبير اللي ليكم انتم اللي تكون عندكم ظروف عمل احسن وتتحسن احنا في الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا عيادات نزورها مع مدير الصحه الولايه الجزائر عندنا شحال وزيد حتى ثاني مستشفى اكبر مستشفى واكبر ضغط عليه مستشفى مصطفى باشا نفس الشيء ان شاء الله نزوره الاسبوع الجاي نفس الشيء حسنا ظروف الاستقبال حسنا ظروف العمل حسنا كل ما لازم للمريض الاشعه الراديو مصطفى باشا وزيد حتى درنا اخر ان شاء الله رانا معاه السيارات اللي تروح القسم الاستعجالات ما تدخلش داخل المستشفى وما تديرش الضغط في ساحة أول ماي مدخل آخر ومخرج آخر هذا يخلي عمال المستشفى ما يكونش ضغط ويخلي اللي عندهم سيارات ورافدين حاملين مريض يدخلوا إذا هذا عمل احنا نحاول نصحوا ممكن الماضي نحسنوا واللي يجي بعدنا يحسن وهذا هو هذه خدمتنا سيكون صح لا لازم نتكلموا على الكوفيد شوفوا العدد راهو في استقرار ونقول نعاود نقول ما نحتاجوش موجة ثالثة وما نتمناوهاش وانا كنت قلت وبعض الزملاء نتاعكم حولوها قلت نقول الموجة الثالثة باش الناس يتبعوا التوصيات ما قولش نتمنى قول جو بريفير نقول ساعات تحبوا تخوفوا واحد تقولوا له بدون كيفاش وزير الصحة يتمنى الموجة الثالثة سبحان الله لا هذا الشيء اللي معليش نفوتوه نعم معليش احنا متعودين شوف المنصب اللي راني فيه متعود لكلش بلا
ما واش غير اللي راضي معايا واللي راضي وكلش معليش، لكن الحقيقة برك باش ما نشوهوش برك المفهوم عند المواطنين، انتوما واجبكم انتوما سي تعطيو الحقيقة وتساعدونا باش المواطنين، ماش تقولوا كلام اللي وزير يقولوه عيب، ما يقولش الوزير خلينا. دونك الكوفيد اكتشفنا سلالة هندية في مستشفى في ولاية تيبازا في القليعة، لما اكتشف هذا الشخص هذا هو هندي ومقيم وجاء من الخارج، ومن بعد داروا سيكونساج اكتشاف الفيروسات الاخرين وفيها ستة. يا سيدتي درك احنا الكوفيد عندنا على السلالة الهندية مع السلالة البريطانية السلالة تاع افريقيا الجنوبية، رانا كي كل الدول لما يدخل الفيروس الفيروس يتنقل ويتغير الموت، يتغير الفيروس وحده يتغير يبدل، لأن علاش لما بالكثرة لما تحاربوه بالمضادات نتاعو ولا يعاود يكون نفسه ويكون الجهاز نتاعو يكون في لو جينوم نتاعو باش باش هو يحمي نفسه من 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 المضادات. إذا احنا رانا بفضل العمال كامل احنا زدنا أكثر واسمها لي زونكيت وبائية أكثر تبعناهم هذو، علاش ستة هذو؟ لأن الهندي هذا كان شخص واحد، بعد الهندي احنا نشوفوا شكون اللي قربوا شكون اللي جمعه شكون اللي معاه، اكتشفنا هذو ستة وممكن نزيدوا نكتشفوا. والجزائر دركا بالنسبة هذه الجائحة سيت اون بانديمي، ليس وباء إلا جزائري وممكن لا، احنا هذا شوفوا كاين شيء تابع العمل تاع قطاع الصحة، وكاين شيء تابع ثاني والأخصائي يتابعوني ثاني معايا، تابع طبيعة الفيروس. ممكن هو في طبيعته تكون عنده مضرة قوية ولا يطلع وبعد يعاود يهفت يحبس شوية، ومع الوباء البيئة ولا مع أشياء أخرى يعاود تاخذ الطاقة نتاعو ويعاود يخرج. كوم يل بو ديسباراتر بوكو يل بو ديسباراتر، احنا نشوفوا الأوبئة السابقة في تاريخ الأوبئة من لانتيكيتي حتى الأخرى هذيك اللي بون احنا عندنا واسمو لا غريب وسمات الميرس نتاع الشرق الأوسط وسارس واللي في بداية القرن الماضي في 2018 بعد الحرب العالمية الأولى لا غريب إسبانيول داموا عام ونص عامين، هذا بعض الخبراء يقول لك هذا هو وقت كما احنا عندنا الكوليرا يجي ومن بعد يسكت ثلاث سنين اربعه خمسه ويعاود يجي، هذه اشياء الخبراء راهم يحاولوا يكتشفوها، ان شاء الله ربي يبعدوا علينا ونتابعوا القوى. ما يخص الجرعات الجديده للقاح وكيف سيتم تسريع وتيره عمليه التلقيح في الجزائر؟ احنا سيداتي تعرفي الضغط الكبير راهو في العالم كم، واحنا كنا ننتظر يوم الجمعة عدد كبير من الجرعات، قلت شوية عدد من الجرعات. لماذا؟ لأن تشوفوا الظاهر واش كاين في الهند، الهند راهي هي اللي أكبر صيدلية في العالم هي الهند لي غراند فارماسي، ونوع من اللقاح مصنوع في الهند، الهند قررت ما تزيدش تصدر أي لقاح أولادهم سي الأرمان، هذه اللي جعلت الجزائر درنا عقدنا ودرنا تفاهم دي ميمورندوم دونك تونت دي زاكور دي درنا كلش، لكنكم تقراوا انتوما واش صاير في العالم لما ارتفع العدد تاع الإصابات في بعض الدول حكموا الإنتاج نتاعهم ليهم. احنا ننتظر ان شاء الله في ماي هذا، كنت مع مدير معهد باستور ما عندهاش مده، عندنا عدد ان شاء الله لباس به، لكن الخوف من الهند لان عدد كبير من الجرعات يجوا من الهند، وانا قراءتي الصباح ان الهند حبست كل تصدير كل تصديرات. اذا احنا واش بقى لنا؟ اذا احنا خلصوا مخلصين بعض اللقاحات دافعين 15% باش يعطونا، اذا ما عطاولناش اللقاح وحنا راهي الجانب السياسي راهو يعمل،
وزارة الخارجية وسيد الوزير الأول وكلش باش بفضل العلاقات الخاصة اللي عندنا مع روسيا ومع الصين ولا باش احنا إذا ما عندناش واش بقالنا؟ بقالنا الحفاظ على أنفسنا، بقالنا احنا يا التوصيات اللي تعرفوها، التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، غسل اليدين، التباعد على التقارب، هذه اللي رانا نشوفوا فيها في لي مارشي، في الحافلات، في الشارع. واحد ما يدير في الكمامه، الناس ما يدير في الكمامه، لان ممكن كي انخفضت الارقام والله هذا شيء طبيعي عند بنادم. لكن حنايا عاودنا انطلقنا في البلاطوات وفي الاذاعه وفي التلفازه والله باش عاودوا ونقولوا للناس، كل واحد، كل شخص جزائري مسؤول على نفسه ومسؤول على المحيط، على الاخرين، لان اللي ما يديرش كمامه ممكن يبعث الفيروس الاخرين. احنا بالنسبه وبالمناسبه هذه نزيد في التوصيات، الا هذا اللي الا الفاكسا ماهوش الحل الوحيد، ويقال ويدرس وينشر ان الحل الاساسي هو هذا التوصيات، التعليمات، لي مزور بارير. دونك سي اون كونتينيو كوم سا، الحمد لله رانا في استقرار، نزيدوا فضلوا اكثر حنايا بالنسبه لينا، بالنسبه لعمال الصحه، بالنسبه نتوما كصحفيين، باش نزيدوا ننبهوا الناس على اضرار هذا الوباء والحفاظ على الكمامه وعلى التوصيات، والله ان شاء الله نتغلبوا عليه. شكرا.